قيل لأحدهم: كيف تعرف من يحبك؟ قال: الذي إذا اقتربت منه خطوة اقترب مني خطوتين، وإذا ابتعدت عنه غاضبا دنا مني مستردية، وإذا غبت عنه رغما عني بحث عني حتى وجدني، إذا أخطأت عاتبني ولم يفارقني، وإذا أخطأ واجهني ولم يهرب مني ويقبل عذري مبتسما. الذي يشعر بالنقص من دوني ولو ملك كل شيء، ويشتاق إلي ولو كان حوله ألف حي. الذي يعاملني كأنه يراني لأول مرة، ويحافظ علي كأنني الوحيد في العالم. الذي لا يعترف معي بالنهايات، ويحبني كل يوم مثل البدايات.